اقسم بالله البنات الا راني مصدومه من النتيجه ديال هذا الكريم. اقسم بالله اش منك يا رطوبه، اش منك يا بيضيه، اش منك يا لمعان، شي حاجه طوب ديال الطوب البنات. يغنيك على الماكياج، يغنيك على الفون دو تان، يغنيك على خافي العيوب. غادي تردي وجهك تيلمع، المي اللي شافك يقول لك اش دايره لوجهك. احسن الكريمات، احسن تونر غادي نعطيه لكم اليوم ان شاء الله في هذا لا فيديو. هذا تحت الطلب ديالكم، غادي ترحموني عليه مدى الحياه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم أيا في فيديو جديد وموضوع جديد. والموضوع ديال اليوم تحت طلب ديالكم، جايبه لكم البنات. وأنا فرحانة بزاف بعد ما فرحتكم بالفيديو أو لا الوصفة اللي عطيتكم ديال لوبان الذكر، كيفاش تعرفوا أصلي من مزور، كيفاش تصوبوا الكريم ديالو، كيفاش تصوبوا البخاخ ديالو، كيفاش كيجبد لنا البشرة. عبارة عن بوتوكس طبيعي، عن كولاجين طبيعي، غني بزاف بالمواد اللي كتعطينا الشباب للبشرة ديالنا وكتهنينا من ليطاش. اليوم جايبه لكم كريم غادي ينسيكم في الاخر بزاف بزاف بزاف، يعني ما غاديش تبقاي تحتاجي خافي العيوب او تحتاجي الفون دو تا او تحتاجي الماكياج في كل مره. راه ماشي عيب اننا نديرو دو كريم في نفس الاسبوع، خاصنا نعرفوا كل واحد فين نستعملوه. كاين الكريم ديال النهار وكاين الكريم طبعا ديال الليل وكاين الكريمات اللي نقدر نديرو نبات به، ما كاينش اشكال. اليوم غادي نعطيكم واحد المكون ساهل وسهل انكم تلقاوه لانه رخيص بزاف وموجود بكثره في الاسواق، ولكن بزاف ديال الناس ما عارفينش الاهميه ديالو والفائده ديالو، كيفاش كيصفي البشره وكيعطيها لا بغيونس. البنات انتم غادي نطبقوا معكم وعقلوا على الفرق كيفاش غادي يكون ان شاء الله، لانه تيعطي النتيجه من اول استعمال. الكريم ديال اليوم غادي نعطيكم ثلاث طرق للاستعمال ديالو، ثلاث طرق بثلاثه بهم يعني ساهلين ومتوفرين، وداكشي ما غاديش يتقام عليكم غالي، اي وحده تقدر ديرو. وبقاو تصوروا لي النتيجه قبل وبعد كما كيديروا بعض الاخوات. غادي نوريكم الطريقه، راه هي سهله ولكن تبعوا معايا باش تعرفوا كل وحده اش كيصلح ليها. هذا المكون كما قلت لكم رخيص، ولكن الاخوات ما عارفينش يعني كيفاش يستعملوه والفوائد ديالو العظيمه للوجه تحت تجربه. انا راه ما كنديرش فون دو تان، ما كنصورش معكم بالفلتر، ما كنديرش خفي العيوب، ما كندير حتى شي حاجه مزيانه البنات. هذا اللي غنعطيكم حتى الكونتور ديال العين اللي كيتنفخ ليها او لا عندها السواد حول العين، على الاموم الطوب ديال الطوب. غير تبعوا معايا وانا معكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين اللي اول مره كيشوفني، ما نسمحش لكم البنات الا شفتوا لا فيديو وما درتوش ليه اللايك، لان اللايكات ديالكم كيعنيوا ليا الكثير. كنعرف بان المحتوى عجبكم وكنزيد نعطي ونعطي بلا ما نمل. كنتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم تفرحوني بها. نبداو على بركه الله. انتم بنات الكريم اللي صوت معكم اخر مره ديال لوبان الذكر، شوفوا تبارك الله اما كيزيان ما حدو كيبقى، واللون ديالو تزيد تيتفتح وتزيد تيولي عفوا تزيد تيتغمق وتزيد تيتركز. شفتوا الكريم ديال لوبان الذكر من اروع ما يكون، الريحه ديالو واعره البنات، واعره واعره واعره. والطريقه وريتها لكم راه هي سهله، ان شاء الله الاسبوع الماجي غادي يكون متوفر بكثره ان شاء الله لارسال داخل وخارج المغرب. بالنسبه للكريم الاول هو هذا، دابا غادي ندوزو باش نصوبو الكريم الثاني اللي غادي يكون الاساس ديالو لاباز ديالو كما تنقول لكم دائما بمثابه عمود فقري، هو المكون هذا اللي قدامكم غني التعريف. اليوم غادي نتكلموا البنات على ارقسوس. ارقسوس بزاف ديال الناس ما عارفينش الفوائد ديالو للبشره، بانه قادر باش يحل لك مشاكل كثيره، وراه كيتصاوبوا به دي كريم غاليين بزاف كيتباعوا في الاسواق، فقط كيتغيروا الاسامي باش ما كيعطيوكش لاباز باش انت ما تقدرش تصاوب. هذا هو اللي كان يعني كما تنقولوا تكنيك، يعني كما تنقولوا تمويه. على العموم احنا نوريكم كيفاش غادي ديروا تصاوبوه، غير تبعوا معايا. بالنسبه للارقسوس فاش غادي نبغيو نخدموا بها البنات، ما غاديش نشدوه نطحنوه ونغربلوه هنا، لا غادي نشدوه غير نفرشوه كما تنقولوا نهرمشوه، يعني انه يتهرس باش نقدروا نبداو نخدموا به. كيفاش غادي نديروا ليه؟ الطريقه الاولى هو اننا تنفرشوها البنات، انا غادي نطحنوه ونرجع معكم. انتما بنات انا بعد ما هرمشتو شويه، شفتوا راه غير تهرمش، راه ماشي ولا بودره. غادي ناخذوها البنات وغادي نديروه هنايا، غادي ناخذ مثلا جوج معالق ثلاثه، هذا على حساب حنا شحال بغينا نصوبو، وغادي نديروهم هنا ونخليه يغلي. شحال غادي يغلي؟ غادي يغلي واحد المده ديال 10 دقائق. طبعا غادي نديرو هنا الماء يكون غليان جدا بعد ما نكونوا طيبناه، يغلي واحد شويه على نار مهيله، وغادي نوريكم شنو غادي نديرو به ان شاء الله يا رب العالمين. بالنسبه للوصفه الثانيه اخواتي، غادي ناخذ الدقيق ديال الحمص. شفتوا الحمص هنا خضر البنات، عندك تمشيو ديروا الحمص اللي فيه الملحه. غادي ناخذ منه واحد المعلقه بحال هكذا، غادي نغربلوه
ضروري نغربلو باش ما يجرحش لينا البشره ديالنا ونحصلوا على واحد الكريمه اللي تكون متقونه كما تنقولوا. غادي نحيدوا هذا جانبا وغادي نجيبوا عرق سوس وغادي نديروا ليه نفس الخدمه حتى هو غادي نهزوا منه واحد الكميه وغادي نغربلوها. شوفوا البنات بحال هذا ما تطحنش رجعوا هنا صافي وغادي نغربلو هنا البنات. عرق سوس دائما يكون غالب على الحمص بحال اللي درتي دابا من الحمص معلقه ديري من عرق سوس جوج معالق. ممكن ديروا الدقيق ديال الروز الا ما توفرش الحمص غير هو مع عرق سوس تيجي الحمص افضل واحسن. حتى الروز مزيان ما غاديش نقولوا لا داكشي علاش قلت لكم الا ما لقيتوش هذا ديروا هذا. صافي البنات غادي نحطوا هاد المكونين هنا غادي نجيبوا المكون الثالث اشنا هو البنات. غادي نجيبوا البيض البلدي ما عندكش غادي ديري الرومي غادي نشدوه البنات وغادي نديرو منه غير الصفر هو اللي غادي ندير هنايا. انتم البنات شوفوا بعد ما ازلنا الصفر على البيض غادي نشدو ونخلطوه هنا. هنا ما كنستعملوش بيض البيض كنستعملو غير الصفر ما توفرش البلدي انا تنقولها ديروا غير الرومي. هنا الا كان الخليط كثير يقدر يهز ليا حتى جوج بيضات يعني جوج ديال الصفر ماشي مشكل. المهم عندنا حنا واننا في التالي نحصلوا على واحد الكريمه اللي ما تكونش يعني عقده بزاف. غادي نجيبوا المكون الرابع وهو ماء الورد. ماء الورد جيبوا شي ماركه تكون مزيانه البنات ولا صوبوه في الدار. غادي تاخذوا بحال هكا غادي ديروا واحد الكميه مهمه حتى لجوج معالق كبارين هنايا هما كيحيدوا لك هذيك الريحه بعدا ديال الصفر ديال البيض. شوف هذه الوصفه راه سهله البنات سهله 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 وفي نفس الوقت غير مكلفه وفي نفس الوقت طوب ديال الطوب في النتائج ديالها. غادي نحاولوا كاع هاد الناشف نحيدوه عاد نبداو نخدموا الكريم بحال هكذا باش يدخلوا لينا المكونات كلهم مع بعضياتهم. نوجدوا نرجع معكم. ثم بنات بعد ما خلطنا انا سدت ليه الصفر البيض حتى خلطنا وحصلنا على هذا ما خاصناش نحصلوا على تكتلات. علاش كنخدموه بالظهر ديال المعلقه ديال العود ما تستعملوش شي ملعقه ديال الحديد هكذا باش تحيد لينا هذوك الكويرات اللي كيكونوا لداخل. كنزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الماء اللي غلينا فيه عرق سوس هكذا. شوفوا البنات باش كيزيد يعطينا المفعول ديالو المركز ديالو هنايا ويعطينا في نفس الوقت القوام. انتما شوفوا كيفاش كيولي كيتصايب دابا الكريم شفتوا دابا راه هو موجود. هذا جانبا شنو غادي نديرو غادي ندوزو دابا نطبقوه قبل ذلك غادي نقول لكم حاجه. بالنسبه للوصفه الثانيه اللي فيها غير جوج مكونات بنفس المكون غادي ناخذوا عرق سوس بعد ما غادي نشدوه ندقوه ما نطحنوش بزاف غادي نشدوه في هذه الوصفه هذه الثانيه غادي نشدوه نغربلوه ونديروه مع دانون مسوس غير جوج مكونات كما كنديروا للارقار. الوصفه الثالثه هي هذه اللي غادي نصاوب معكم بهذا الماء ديال عرق سوس ولكن حتى نطبق معكم الكريم على وجهي. انتم البنات غادي نبدا نطبق معكم على وجهي هذا الماسك الواعر صراحه من احسن الكريمات. قيسوا حتى الكونتور ديال عينيكم البنات هنا ما تخافوش منه صافي غادي نطبقوا على وجهي كامل البنات ونرجع معكم. من بعد ما طبقناها البنات على الوجه غادي نخليه واحد المده من 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. ديروا نتوما كلشي ديروا حتى العنق البنات اللي معقدها العنق ديالها اليدين اي منطقه بغيتي. دابا غادي ندوزو للطريقه اللي قلت لكم غادي نوريكم على حساب هذا الماء اولا المحلول ديال عرق سوس. غادي نجيبوها البنات غادي نحيدو هذا نحطوه جنبا غادي نجيبوها البنات القطن ديروا هادو فواحد القرعه ديال الزاج اولا ديال البلاستيك اللي لقيتو ديروا لهم بحال هكذا طريقه سهله 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 بزاف وما غتعذبكمش. وغادي تجيبوا هادو وغادي ديروا بحال هكذا البنات وغادي تسدو عليه طبعا ما يكونش سخون بزاف وتسدو لا شويه حتى يتنفس صافي تسدو عليه بحال هكا وديروه في الباب ديال الثلاجه وبداو تخدموا به. انا نوريكم كيفاش غادي تخدموا به بعد ما نزول الماسك من وجهي. البنات بعد ما نشف شويه كتحسي وجهك مزير علاش لانه فيه البيض ما تهضريش بزاف باش ما يخليش لك التجاعيد ويخلي لك الخطوط. حاولي ما امكن انك تكالمي ملي تكوني دايره خصوصا ملي يبدا ينشف. انا راه ما نشفش ليا بزاف هانتوما شفتوا ما خليتوش بزاف يلا دابا شي ربع ساعه نتوما خليوه حتى ينشف ماشي في مره يعني ما يبقاش بحال هكا يلصق لك في يديك بزاف غير شويه صافي. وغادي تبداو البنات تدقوميه بهذه الطريقه كما تشوفوني تندير دابا حركه
بلاصه تبارك الله كيتخليها عليك نقيه من المره الاولى. غادي نتبعوا غير البنات بحال هكا حتى كنقومي ونرجع معكم. انتما بنات بعد ما قوميت وجهي كامل شو تبارك الله، دابا غادي نجيبوا هذيك القريئه اللي صاوبت معكم اللي درنا فيها القطن. انتما البنات شفتوها، غادي نشدوها ناسرو غير شويه، ما اسروش بزاف، شويه نخليوها بحال فازقه وصافي. وغادي نبداو ندوزو بها على الوجه ديالنا كامل. دائما هاد الماسك وهاد التونر دائما ديروه بالليل ماشي بالنهار، هكا حتى ما نخليو حتى شي بلاصه. ممكن نقطعوها من النص ونحطوهم هنا، راه مزيان. شوفوا البنات راه كيعطي لها بريونس للوجه بزاف، هذا المحلول ديالو. شويه البنات هانتوما دائما خليو عندكم وديروه بارد ما ديروهش سخون. هانتوما شوف شوف فرق كبير 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 بزاف، كتحسي بالفرق من اول مره. وشوفوا تبارك الله شحال حيدت، كيحيد لكم واحد الكميه مهمه ديال الجلد الميت. البنات جربوه على ضمانتي وردوا لي الخبر في شي فيديو وحطوا لي التصاور ديالكم ديال قبل وبعد. والبنات اللي عندهم الوجه ديالهم فيهم تصبغات بزاف كلف بزاف، هذوك خاصكم تبعوه يعني نهار على خوه، يعني ما ديروش غير نهار وتمشيو بحالكم، لا ديروه عاودوا. البنات اللي ما عندهمش مشاكل بزاف في وجههم تقدروا ديروه غير جوج مرات في السيمانه. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تكونوا في الموعد في اللايف ديال اليوم ان شاء الله مع 8 حتى 8 ونص ان شاء الله يا رب العالمين. مرحبا بالاسئله ديالكم والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.